بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره وتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيا الله تعالى مجلسكم وحياكم بما يحيي به عباده الصالحين وأولياءه المتقين ونسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء وأن يجعلنا من عباده الصالحين آمين. في رسائل جديدة من رسائل الإيمان أردت أن أتحدث وإياكم حول مجموعة من النقاط إن شاء الله تعالى أتلوها على مسامعكم. النقطة الأولى، ونحن في دائما مع هذا المشكل الوباء الذي تعاني منه البشرية جميعا ويعاني منه المسلم على وجه خاص، فنحن المسلمون لابد أن يكون لنا موقف، وحيث أن غيرنا الذين انقطعت بهم سبل السماء وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ويعتقدون أنه لا قوة مؤثرة ولا مسيرة لهذا الكون، نحن نعتقد عكس هذا بالكلية، ونعتقد أن الله عز وجل سبحانه لا إله إلا هو المسير وهو المقدر وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهذا الشيء الذي وقع بالبشرية ما هو إلا ابتلاء وما هو إلا امتحان. وبالتالي فإن الإنسان المسلم عليه أن لا يسلم أمره لليأس، وأن لا تنقطع به السبل، بل يجعل صوب عينيه لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الذي نسميه بالقنوط. المسلم لا يقنط، لا يكون المسلم قنوطا من رحمة الله عز وجل، بل يرجو الخير ويرجو الفرج ويرجو أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه كما فتح على من كان من قبله. لأنه بالمناسبة هذه ليست الجائحة الأولى التي تمر بالبشرية، فإن البشرية على مر السنين وعلى مر الدهور وعلى مر العصور جاءتها جوائح كما كهذه وابتلاءات كهذه وأوبئة كهذه ورعت حروب عظيمة ومات فيها الملايين إلى آخره، فليس الأمر الأول الذي يقع بالكرة الأرضية. ولو كان المسلمون قنطوا كما يقنط البعض اليوم لما استمر للإسلام استمرار وما كان له استمرار. وبالتالي فإن المسلم لا يقنط، حتى أن الله عز وجل يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقول لعل هذا الشيء جاي مسلط لنا نحن فقط، تقول لا، هذا ابتلاء ابتلى الله تبارك وتعالى به عباده جميعا مسلمهم وغير مسلمهم. قد تختلف النظرة، فنحن مثلا ننظر على أنه امتحان وننظر إلى غيرنا على أنه عقاب، ممكن يكون بهذه النظرة، ولكن الأصل الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يسلم أمره لليأس ولا للشيطان، يترك الشيطان يتلاعب به وبأحاسيسه ويقول خلاص فإنه الفناء وإنه الهلاك وإنها النهاية وخلاص قامت القيامة، ويس الإنسان يعني يسلم وييأس، يقول لا، لا تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية إخواني وأخواتي، القاعدة الكونية التي أقرها الله عز وجل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حقيقة هي مرحلة صعبة، والأمر فيه جلل، والعالم كله يتخبط من ويلات هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى ولم يجد له حلا حتى هذه الساعة، ولم يجد له دواء، والناس يموتون بالآلاف ويمرضون بمئات الآلاف، ويعني يفر المرء من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وولده، والإنسان يعني ينعزل عن الدنيا في هذه المسألة. ولكن رغم هذا كله
فإن اليسر سوف يأتي بعد هذا العسر. وكلما اشتدت الكربة وكلما اشتد الأمر إلا وجاء الفرج بعدها. اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج. يعني أن هذه الأزمة كلما اشتدت وكلما صعبت وكلما أحكمت إلا وسوف يأتي بعدها عسر وسوف يفرج الله تبارك وتعالى عن عباده. وما هي إلا أيام يمتحن فيها الإنسان. من كان قبلنا امتحن بأعظم من هذا، امتحنوا في أموالهم وامتحنوا في أنفسهم وامتحنوا في أولادهم، وقطعوا أنصافا وقطعت أيديهم وقطعت أرجلهم وعوقبوا وألقوا في النار إبراهيم عليه السلام إلى آخر مما تعرفنا من القصص الامتحان، وصبروا ورابطوا وثبتوا على موقفهم. فما هو إلا ما هي إلا أيام قليلة يمتحن فيها المرء ثم يأتي العسر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا من النقاط التي يجب أن نقف عندها أن المسلم لا بد أن يعود نفسه شيئا ما على الشدة، ويعود نفسه شيئا ما على القساوة، قساوة العيش، أقصد قساوة العيش، حتى في الحديث اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. يعني لا بأس الإنسان مرة على مرة يلقى نوع من أنواع، إحنا يولفنا يعني ألفنا العيشة الرغدة، العيشة المريحة، الرفاهية هذه الزائدة، فإذا أتانا شيء من هذا تشوف الحمد لله، يعني نحن لا نجوع في بطوننا ولا نعرى في أبداننا، وعدنا السكنات والساكنين والحمد لله، ورغم ذلك نفجر وكرهنا وكل واحد قاعد يتشكى، وانا اصرالي وانا اصرالي وانا لا استطع وانا اصرالي، رغم انه الحمد لله يعني ياكل ويشرب ويلبس وينام وعايش في عافيه، ولكنه يظن انه قد انه يعيش في 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 حاجه وفي في قساوه شديده. حتى ان بعض اهل التربيه قالوا الكثير من الناس من هو في مقام الشكر ويظن انه في مقام الصبر، يعني رغم ما نعيشه إلا أننا في مقام نشكر الله الحمد لله، مع أن نحتاج إلى أن نحمد الله تعالى على كل خيره الذي أنعم به علينا. وتجد الناس يتضمرون يقول لك لا إحنا في المشاكل وإحنا عايشين عيشة ضنكة. فلا بأس الإنسان أن يتعلم شيئا من قساوة العيش، يعيش الحياة القاسية. يفكر الإنسان الآن يعيش في القطن وفي الرغد ويعيش المأكل الطيب والمشرب الطيب، يتفكر الإنسان يوم أن يضع في قبره، ما ليحطوك في قبرك، يضعونك في حفرة مظلمة باردة، وأين ماذا تفعك الرفاهية؟ كيف تتعامل مع ذلك الموقف يوم أن توضع في هذه الحفرة من التراب البارد ويذهب الناس ويتركوك؟ ماذا يكون موقفك؟ إذا الإنسان لا بد أن يخشوش نوعا ما في الحياة، يعني لا بأس إذا جعت ليلة ولا ليلتين أو عطشت ليلة ولا ليلتين ولا قعدت يعني جلست في بيتك شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، لا بأس من ذلك، يعني لازلت الحياة الحمد لله مستمرة وانترك بخير وعافية. فالإنسان لابد أن يتعود على قساوة العيش أيضا. وأيضا من النقاط التي يجب أن نقف عندها وهي لابد أن نصير ما تعلمناه من مفاهيم إسلامية ومن ما نتعلمه من التنظير للدين. يعني مثلا احنا ننظر قضية الصبر، المسلم لابد أن يكون صبورا، المسلم لابد أن يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أخرج من دار من مكة وحورب وفي الكهف، في الكهف يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه نظرية تقرأها، ولكن بالنسبة لنا نحن مسلمين تبقى مجرد نظريات، فإذا وقعت في واقعنا المعاش لم نستطع أن نصبر. نحن نقرأ الصبر ونقول المسلم لابد أن يكون صبور، ولكن نتحدث عن غيرنا فقط، ولكن إذا وقع الأمر بنا نحن لا، أنا ذاك يكون الصبر غير مستطاع. نقول الإنسان لابد أن يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام صبر وخرجوه من داره وعايروه، يعني عيروه وسبوه وشتموه وحاربوه وصبر، نحن أيضا نفعل. فلماذا لا نصبر مادام جاءتنا هذه المشكلة؟ عليه لماذا لا نصبر؟ لماذا لا نحتسب الأمر لله عز وجل؟ لماذا نقول أيضا كما صبر أولو العزم من الرسل وكما صبر الأنبياء وكما صبر الصحابة الكرام وكما صبر الرعي الأول من هذه الأمة الذين رفعوا راية الإسلام، نحن أيضا نصبر والحمد لله. إحنا ابتلاؤنا ليس كابتلائهم،
ابتلاؤنا هو أن تجلس في بيتك، هذا هو ابتلاؤنا، فما بالك بابتلائهم الذين حوربوا وسلطوا إلى آخره. أيضا من الرسائل التي يجب أن نقف عندها إخواني وأخواتي، وهو الإنسان لا يعطي مسمعه وعقله لأسباب الدنيا بالكلية، هذا أقصد بهذا الكلام. يعني الإنسان يعتقد أنه إذا لم يوجد الدواء لهذا الداء خلاص فالناس كلهم سوف يهلكون. الناس كثير يعتقدون هذا الاعتقاد، وتجد يعني يتبع الأخبار، يصاب دولة ما صابوش، وإذا صابوا دولة الناس تتسارع إليه. الدواء ليس هو قوام الحياة. أنا أعطي يعني مثلا الأمراض اللي عندها الأدواء اليوم، اللي عندها الأدوية اليوم، يعني مثلا مرض السكر، مرض الضغط لاتونسيون، الأمراض الأخرى اللي عندها دواء مواليها يموت ولا ما يموتوش؟ سمعتوش ثم واحد مثلا عنده دواء تاع السكر بصح مات بالسكر، وكاين دواء تاع السكر. واحد عنده لاتونسيون ومات بلاتونسيون، وكاين دواء تاع لاتونسيون. واحد مثلا مش عارف انا عنده مرض فلاني وكان الدواء تاعو ومات به. اذا الدواء ليس هو الذي يقيم الحياه، ليس الدواء هو الذي يحفظ لك حياتك، وانما ما يحفظ لك حياتك هو اجلك. اذا كان الله عز وجل قضى ان تموت بهذا المرض فسوف تموت به ولو وجد له الدواء، واذا قضى الله عز وجل انك لن تموت بهذا المرض فسوف لن تموت به ولو مرض. وكاين بزاف من الناس اللي تعرفوهم ونعرفوهم مرضوا بهذا الدواء، يعني جاتهم العدوى تاع الفيروس هذا كورونا فيروس وريحوا ما ماتوش. وكاين بزاف ماتوا في هذه الفتره بلا كورونا وماتوا، رانا كل يوم ندفنوا ناس ونصلوا على ناس في الجنازه ماتوا بدون كورونا. اذا لا تعلق الاسباب على، لا تعلق املك على اسباب الدنيا، وإنما علق أملك على أسباب الله تبارك وتعالى. نعم اعقلها وتوكل، أنا متفقين لابد الإنسان يعقل، يعني دي الإنسان الأسباب، قال بعد ما تصافحش دي الأسباب الممكنة، ولكن ما تصورش بأن الذي سوف يحفظ لك حياتك وأن الذي سوف ينقذك وينجيك من هذه المشكلة هو أنهم كسبوا الدواء. لا، فكم من دواء يوجد لأصحاب الأمراض وماتوا هذا الناس بدوائهم بهذه الأدواء. وايضا المساله الاخيره، النقطه الاخيره التي بها اختف مداخلتي، ان الناس لا زالوا يمتحنون. الف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني هذا الامتحان جاء قديما وجاء اليوم وسوف ياتي في المستقبل، وهذه سيرة الله عز وجل وحكمته وعادته مع خلقه. الناس تمتحن في كل زمان وفي كل مكان، والشدائد لا زالت تصيب الناس من الأزل إلى أن تقوم الساعة. فهذه ما هي الشدة الأولى ولن تكون شدة الأخيرة. ممكن في أقراننا في الجيل تاعنا هذه أول مرة نشوف حاجة كما هذه، ولكن في التاريخ الذي خلقه الله عز وجل، البشرية خلقها الله، ما زالت الناس تشوف الشدائد وسوف يرون الشدائد إلى يوم القيامة. فالإنسان هذه الشدة الله عز وجل يمتحن بها عباده حتى ينظر من يصبر ويثبت ويكون صاحب عزيمة وصاحب قوة، ممن يرتجف وينقلب على عقبيه و تنقطع أسباب الله عز وجل وينطلق إلى أسباب الدنيا. وكاين من الناس كما قلت لكم يعني كان في الحال العادية تصيبه مثلا محافظ على صلواته ومحافظ على صيامه ومحافظ على قراءة القرآن، فلما جاءت هذه المشكلة بدل أو عوض أنه يكثر من الشيء اللي كان عليه ويضاعف العمل، لا، تصيبه مقابل غير الأخبار ويا دراش ما داروا، صابوا المرض ما صابوش، ونسي أمر الدين ونسي صلاته ونسي صيامه ونسي. ونحن في شهر مبارك، رانا في فترة تاع امتحان، ولكن ما تنساش بأننا في شهر خير، شهر شعبان، شهر الطاعة، شهر الانقطاع إلى العمل الصالح، شهر الصدقة، شهر الإقبال على الله. فأين نحن من الإقبال على الله؟ لابد لا ينسينا هذه الشدة، لا تنسينا. يعني ربما من الأسباب التي الله عز وجل امتحن بها عبادة أنك تقبل على الله، فأنت ما ديرش العكس، لما تجي هذه الشدة تدبر عن الله عز وجل وتنقطع بك أسباب الله عز وجل.
إخواني وأخواتي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، وأن يحصننا وأن يحصن أهلينا وأولادنا ومن له حق علينا ولنا حق عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا ما نحن به، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ما نحن به، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ما نحن به، نسأل الله عز وجل أن ينظر إلى نظرة الرحمة والرأفة والعطف، إنه ولي ذلك والقادر إليه والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.